أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. حسبنا الكتاب السني. كتاب السني هذه كلمة قليلة الألفاظ لكن يدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة. كتاب السني. هنا يرد وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له ميثاقا. حسن منا أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وإلى آخر هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن هل كنت بحسن منا اللي بتدل على علمه؟ أبوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بتدل على علمه لكن ابنه حسن البنا ما له غير بعض رسائل صغيرة. هذه رسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني لكن ما بتدل على أن الرجل كان عالما. فهل بيقول لك أنا عن كتاب السنة وعلى منهج حسن البنا هذا دليل انه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبيه العمياء انه حسن البنا.